تعود إدلب ومحيطها إلى دائرة الأحداث في سوريا على وقع الحملة العسكرية التي تشنها روسيا والنظام السوري منذ 20 أبريل على المنطقة بهدف ما قال النظام إنه لدحر الجماعات الإرهابية. الطائرات الحربية التابعة للنظام والروس شنت هجمات عسكرية هي الأعنف على المنطقة مخلفة المزيد من القتلى والدمار. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان قتل وأصيب العشرات جراء عشرات الغارات التي شنتها طائرات روسية وسورية مستهدفة مناطق عدة في محافظة إدلب ومحيطها لترتفع حصيلة الخسائر البشرية في التصعيد الأعنف والمتواصل في يومه 18 إلى 374 شخصا بينهم 160 مدنيا و26 طفلا و35 مواطنة، كما قتل 90 من الجماعات المتطرفة و124 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها. ويأتي هذا التصعيد في وقت طلبت بلجيكا وألمانيا والكويت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يخصص لبحث الوضع في محافظة إدلب. ووفق ما أفاد الدبلوماسيون فإن الاجتماع سيعقد في شكل مغلق الجمعة المقبلة لعرض الوضع الإنساني في المحافظة. شيلان فطيري، العربية.